صباح الخير، السلام عليكم. معكم دكتور عبيد عبد الرزاق عبيد من طرابلس لبنان، رئيس مجموعه الابيض الطبيه ورئيس اكاديميه الشرق الاوسط لطب الشيخوخه، اضافه لرئيس الجمعيه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمشاكل المسنين ومشاكل الالزهايمر. العائلة مثل ما بنعرف المنطقة هو الرجل هو اللي بيقرر شو لازم يعمل. عادة متوقع من الأولاد إنه يهتموا ببيهم وبأمهم، ومتوقع من البنت إنه تهتم بأهلها إذا كانت مش مزوجة. إذا مزوجة البنت تهتم بحماتها أو عمها. المجتمع والدولة بتعتقد إنه الديانات الموجودة بالمنطقة إن كان الإسلام أو المسيحية أو اليهودية هي بتحمي المجتمع وبتخلي الناس تهتم بالمسنين ببيت. هو هالشيء صحيح لدرجة معينة، بس عم بتغير تدريجياً، لأنه العائلة الكبيرة عم تختفي تدريجياً من المنطقة بشكل عام. مثل ما حكينا بالمنطقة تبعيتنا بشكل عام العيال بتحب تخلي المسن ببيتها، ولهالسبب إذا كان في خدمات بالمجتمع بتجرب تستعملها. عادة يفضل تكون الخدمة عن بعض العيال، يفضل تكون الخدمة اللي بيعطي هالخدمة يكون بيحكي عربي، وبعض العيال اللي تفضل إنه ما يكون يحكي عربي تحافظ على الخصوصيات تبعيتها. بعد المجتمعات هي بتحافظ الحقيقة عم تجرب تكون تحافظ على المسن وتخلق خبرات معينة، تخلق جمعيات معينة لتساعد المسنين. مثل في بعض الجمعيات، جمعيات الألزهايمر المنطقة العربية بالإمارات. بشكل عام المجتمع بيرفض الفكرة أن نحط المسن بدور المسنين، لأن المسن بالمنطقة بشكل عام ينظر له هو أسد، هو ثروة. إذا بنحافظ عليها نخليها بالمجتمع ونخليها بالبيت، وإذا حدا حط المسن تبعه بدار المسنين بيعدوها مثل واحد عم يتخلى عن واجباته اللي لازم يقوم فيها. لهالسبب نحن بحاجة إلى نطور الخدمات المنزلية ونطور خدمات العناية بالمسن بدور المسنين، وتكون هالدور على مستوى عالي. هيدي صور من الوحدة اللي هي بتجرب تحمي كبار العمر اللي عندهم مشاكل ذاكرة. الدين بالمنطقة مثل ما بنعرف هو مهم بالنسبة إن كان للمسيحية أو للإسلام، كلهم بيهمهم الديانة، والدين بيخلي أوقات كتير التاريخ العالم، التاريخ العيال تتقبل إنه هذا المشاكل الذاكرة هي الحقيقة إرادة رب العالمين، ونتقبل بنتقبل الوضع ونجرب نهتم بالمرض. بالمنطقة العربية بشكل عام وشمال أفريقيا في ما في عنا معلومات كافية عن موضوع مشاكل المسنين ومشاكل الذاكرة بالذات، وما في صورة واضحة عن كثير من الدول كيف هن يحضروا استراتيجية للعلاج مشاكل الذاكرة على صعيد دولي. في الشيء اللي أدى لضعف معلومات حوالي مشاكل الذاكرة، ما في عنا وحدات خاصة مشاكل الذاكرة، ما في دراسات بيئية بموضوع الذاكرة، وما في كمية كافية من الأموال اللي تدعم أبحاث اللي لها علاقة بمشاكل الذاكرة. So, أبحاث مشاكل الذاكرة منطقة نورث أفريكا and Middle East هي ضعيفة جدا. نحن بحاجة لتدريب فريق عمل يهتم بمشاكل المسنين ومشاكل الذاكرة بالأخص. ولهالسبب نحن بأكاديمية الشرق الأوسط لطب الشيخوخة نظمنا عدة دورات بالعالم العربي ولبنان وشمال أفريقيا تعني بمشاكل الذاكرة ومشاكل المسنين بشكل عام. هو نتذكر هالموتو، لازم ندلنا نتذكر ان المريض مشاكل الذاكرة مريض الخرف. We have to remember him، نتذكره كشخص وليس كمريض، نتذكره كشخص وندلنا نحافظ عليه كشخص. مشاكل الذاكرة في المنطقة العربية وشمال أفريقيا هن التاريخ من الأوقات بقول فيني يقول 70% من الحالات غير مشخصة، و70% من الحالات ما في علاج بشكل مضبوط.